وقف. وكنا عم نقول لازم كل يوم يكون عنا حدث بقلب ساحة الشهداء اللي هي صارت رمزية للحرية والسيادة والاستقلال. كان بالمنطق تبعنا انه لازم على طول يتواجد ناس بالساحة، وخاصة كانت القوى الامنية عم تمنعنا بهذيك المرحلة لنوصل على ساحة الحرية ما تخلي الجموع تكتر. فكان فكرة بتقول انه نحنا ننوجد وننصب خيام ويتواجد كل ليلة مجموعة من الشباب ومن الطلاب عم تصمد بقلب هيدي الساحة لما نخلي حدا يخدها منا او يمنعنا نوصل عليها. فبلشت باول خيمة للتيار الوطني الحر واستكملت ببعض الخيام، وكان كل ليلة نعمل نشاط، وكان من بعد كل نشاط نعمله كل نهار تنين عنا نشاط كبير. اول خيمة ركبها توني اريان بوسط بيروت عند اول ما بلشت بلور تحرك شعبي. تاني خيمة بالساحة كانت الخيمة تبعولي بالكتاب تبع 14 اذار تبع النهار، حاطين صورتي والاسم مع هيدا. وكل وقتها بسمع هلا التصاريح تبعول 14 اذار بحس انه سرقوه ل 14 اذار. الطريقة اللي عم يتصرفوا فيها هي عمالة، يعني غير المعلم تبعولهم بس بقيوا عملاء، كل فترة بيعرضوا خدماتهم لحدا للأقوى. التيار الوطني الحر بال 14 أذار أو 14 شباط 2005 قرر يتنازل عن كتير حقوق، منها شعاره اللي كان هو حرية سيادة استقلال. جرب فريق الثاني يعمل شعار جديد اللي هو حقيقة حرية وحدة وطنية. فالتيار الوطني تماشى مع هذا الموضوع لأن كان عنده هدف أساسي، بس كمان لأنه شعارنا كان كبير وشعارنا جامع أكثر من هذا الشعار، رجع قدر انطرح هو جديا ب 14 أذار 2005. صار في قرار بمشاركة بلجنة المتابعة من قبل الأستاذ جبران باسيل وأنا، اللي كانوا عم بيصيروا بشكل تدريجي، كانوا عم بيصيروا بشكل أسبوعي. أكيد أنا اللي بقدر أقوله أنه صار في تطور كبير حتى بقلب هبول الاجتماعات. أول اجتماعات كانوا عم بيصيروا كان عم بيكون في طلب من بعض الأفرقاء اللي موجودين بأنه ننتبه على لهجة خطاباتنا وعلى بعض الشعارات اللي مرفعها وبعض الهتافات اللي عم تطلع بالتجمع اللي كان عم بيصير بوسط بيروت. قبل 4-5 أيام كنا عم نناقش فيه كيف بدها تتم الدعوة ل 14 أذار، شو البيان يلي بده يدعي لهذا التجمع، كيف بدنا نقارب هذا الموضوع. وكان في نقاش مطولا لأنه كان في أحد الأفرقاء بالتحديد ممثلين حزب الاشتراكي وقتها عم بيطالبوا أنه نكتفي بتعبير إعادة التموضع، وأنه في نقاط استراتيجية بالبقاع بيسوى أنه يبقوا السوريين فيها. وبتذكر كثير منيح انه نتيجه نحن عم ننقل طبعا هذا النقاش لتيار وطني الحر قياده طانو، بيوصل كمان لجزء من القواعد لانه التواصل على طول موجود. متفاجئ قبل 14 اذار بكم يوم انه في شعارات بقلب المخيم من قبل انصار التيار بيقولوا البقاع لنا.